صباح الخير عليكم وكل المشاهدين، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا تتابعونا. يا رب صباح يوم جميل ومثمر ومليء بالأخبار اللي تحبون تسمعوها، وأكيد يحلى ويانا ويا فقراتنا. خلينا نصبح على زين. صباح الخير عليكم. يسعد لي صباحك تاميلة، وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. نبلش وياكم حلقتنا كالمعتاد، والبداية مع العناوين. هل تهتم بتنظيف وتحقيم الأدوات اللي تستخدمها بشكل مستمر مثل الموبايل أو مقبض السيارة أو مسكة الباب أو كيبورد الكمبيوتر؟ وما هي الطرق اللي تتبعها بذلك؟ هذا هو موضوع استطلاعنا لحلقة اليوم، واللي راح تشاركنا في الحديث عنه من استديوهات دبي الطبيبة العامة دكتورة مريم قاسم في الساعة الثانية من البرنامج. ومرض ذات الرئة تشخيصه أسبابه وعلاجه مع الدكتور جعفر سعيد الاختصاصي في الأمراض الصدرية والتنفسية. مهرجان عشتار تقرأ في بابل، وهو مهرجان ثقافي داعم للقراءة والقراء. معرض الزهور في البصرة، والذي يضم أنواع وألوان الورد المختلفة. في الخبر المنوع لحلقة اليوم، في تايلاند بوفيه مفتوح ومخصص للفيلة، فما قصته؟ نتعرف على التفاصيل في حلقة اليوم. مشاهدين، أكيد بنهاية العناوين ورح ننسى نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح، اللي هو ما الأشياء التي تستخدمها كثيرا وتحتاج للتحقيم باستمرار؟ واللي تعرفون عنه الكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة، كل ما عليكم توجهون الكاميرا على هذا الكود، وهو بدوره رح ياخذكم مباشرة على البوست الموجود على إنستغرام حتى نشوف تفاعلاتكم مع السؤال. وأسأل زين، شو وقت آخر مرة أقمت الموبايل؟ قبل يومين بصراحة. موبايل من أكثر الشغلات اللي يحتاج إلى التعقيم، لأنه فتشي إحنا نستخدمه طول الوقت وطول اليوم. فإحنا رحمنا نسمع من عندكم شنو هي الشغلات اللي تستخدموها بكثرة وتحتاج إلى تعقيم دائم، وإحنا بلشين الحلقة. بهذه الأيام صار من الضروري أن ننظف كل شيء ونعقمه زين، خصوصا مع جائحة كورونا. فمثل ما تعرفون التليفون نستخدمه هواية، أو الكيبورد، حتى يدة الباب وغيرها من كثير الأشياء اللي دائما تكون تحت إيدنا، وخصوصا أنه كل فترة مع جائحة كورونا دا تصير بتحورات جديدة ومختلفة عن اللي قبلها. طبعا مثل ما تعرفين تاميلا، أكو ناس صار عندهم التنظيف والتعقيم مثل روتين نتيجة الفترة الفاتت، وصاروا يسوون هالأشياء لا إراديا هالقد ما سووها بالفترة السابقة. فاليوم احنا حابين نسأل الناس باستطاعنا عن هالموضوع، هل تهتم بتنظيف وتعقيم الأدوات اللي تستخدمها بشكل مستمر مثل الموبايل أو مقبض السيارة أو مسكة الباب أو الكيبورد كيبورد الكمبيوتر؟ ما هي الطريقة اللي تتبعها لتنظيف هذه الأجهزة؟ نتابع سؤال. صباح الخير عليكم مشاهدي صباح الشرقية. هل تهتم في تنظيف وتعقيم الأدوات التي تستخدمها بشكل مستمر مثل الموبايل، مقبض السيارة، مسكة الباب أو حتى كيبورد الحاسبة؟ وما هي الطرق التي تتبعها لذلك؟ هنعرف أجوبة الناس، خليكم ويانا. استعمل مثلا معقم هذا السبريه، انه ارشه على الشاشه قبل ما اخليه على وجهي، اذا احد لزمه عقم وراه هيك اشياء، يعني سبريه اكثر شيء. بس التليفون؟ التليفون اي اكثر شيء استخدمه، والسيرن السياره اذا غير احد يطخها استخدمه بهذا هم. اي نفسه هو السبريه. نعم بصراحه احنا من صارت جانحه كورونا صار عندنا هوس بهذا الموضوع، انه اي شيء احنا لازم يعني نعقمه، والمعقم دائما بجيوبنا موجود. لكن بصراحة بهاي الفترة الأخيرة ومن صارت عندنا لقاحات، وأنا يعني شخصيا لقحت 3 لقاحات، شوية خفت الشغلة مو مثل قبل. خفت القبل. يعني صار شوية الخوف راحت،
صح يعني التنظيف موجود وما ادري شنو، بس انا جت فتره اللي قام تاذيني من هذا المعقم يعني من وراء التعقيم، لكن هسه بصراحه العاقل. تعقيم التليفون هم اقل؟ التعقيم مال التليفون يعني دائما عندي هذا كلينس المرطب وامسح به، ولان التليفون كم مره يعني حاولت انه اعقمه حسيت بالشاشه راح تخرب فعرفت ايش اسوي بعد. هو اكيد طبعا ورا ما تعرضنا لهذه جائحة كورونا طبيعي كل الأدوات اللي نستخدمها من مقبض الباب إلى الموبايل إلى الأدوات الخاصة بينا أكيد نعقمها. أي الطريقة اللي تتبعيها على مدى تعقمينها الأدوات؟ مرات كحول مرات يعني غسل دائما باستمرار، مي والصابون طبعا أفضل شيء. أي نعم. صابون هاي شلون مثلها من الالكترونيات؟ اقصد اني الايد باستمرار الايد نطلع تستخدميها بشكل مستمر؟ اي بالكحول دائما. اي نعم. تعقميها بشكل مستمر؟ مستمر طبعا. اي طبعا غالبا ما يكون منظفات العامه الديتول المعقم عن طريق الرش. بالنسبه للطرق اللي تسويها غير الديتول شنو مثلا ممكن تسوي؟ شنو ممكن؟ اي طبعا مرطب. طبعا كليس مرطب دائما وياي بكل مكان على مو تليفوني اكثر شيء من اكل يعني لانه يصير بيه دهون وهاي الاشياء وبكتيريا يصير على السطح. هل تهتم بتعقيم وتنظيف الاشياء اللي دائما تستخدمها بشكل مستمر على سبيل المثال تليفونك مقبض السياره او اي شيء ثاني، وبنفس الوقت شنو الطرق اللي تتبعها لهالموضوع؟ بكل تاكيد يعني احنا مثلا خصوصا هالفتره هاي اللي ظل هاي الجائحة وظل هاي الظروف لازم احنا نهتم بنفسنا نهتم بصحتنا من خلال التعقيم من خلال يعني نهتم اصلا حتى احنا بالنظافة الشخصية مالتنا رغم يعني بالاضافة ان انا يعني موظف في الصحة فاكيد هاي الاشياء احنا اكثر زيادة اولوية لنا. نعم اولوية لنا احنا لان معرضين لكل شيء معرضين لكل انواع التلوث انواع الاوبئة فاكيد احنا هاي مسألة مو بس نظافتنا الشخصية حتى حماية يعني عائلاتنا واصدقائنا من نلتقي بهم انت هم تمنع عنك وعنهم انتشار المرض. يعني مثلا شنو الطرق اللي تسويها حتى تعقم او تنظف؟ يعني استخدام معقمات اليد الكحول، استخدام المعقمات خاصه مال الارضيات. بتنظيف وتعقيم الأدوات اللي تستخدمها بشكل مستمر مثل الموبايل، مقبض السيارة أو مسكة الباب أو حتى كيبورد الحاسبة، وما هي الطرق اللي تتبعها بذلك؟ نعم كلامك صحيح والله. هي أنا وين ما أروح يعني حتى هذا التعقيم أنا شايله وياي، الموبايل أستخدمه، يدة الباب، المفاتيح مالت المكتب مالتي، نعم أستخدم هذا الشيء لأنه مرض كورونا جاي نسمع بالأخبار وباليوتيوب وأنه انتشر بكل العالم والعالم جاي يثقف على هاي الامور، فالوسيله الوحيده للتخلص من هذا المرض هذا كحد للتقليد. نعم نعم هذا بجيبي وين ما اروح انا هذا شايله وياي كل مكان. طبعا هذا الشيء ضروري اكيد يعني بالتعقيم يعني لازم نعقم. يعني مثلا احنا اوكي خفت جائحه كورونا بس التعقيم والمثلا المواد هاي مواد ضروريه لازم نسويها كل يوم. ليش؟ اوكي تعال نعقم الايد مثلا تنظيف الايد، غسل مفاتيح السياره، غير اماكن مال الاماكن التعقيم العقمه. يعني هو مو بس كورونا، اول شيء تقلل الامراض مثلا الامراض الموجوده بالهاي البشر مثلا. اوكي هاي مثلا الجو غير ما يساعد مرات امشي لازم تعقيم، وان شاء الله انصح العالم. الطرق اللي تتبعها حتى تعقم انه مثلا شنو تستخدم؟ والله هاي المعقمات الموجوده بالسوق لازم نتبعها بالصيدليات، لازم هذا الشيء ضروري. أنا أنصح العالم وأنصح الناس أن نتعقم. هل تهتم بتنظيف وتعقيم الأدوات اللي تستخدمها بشكل مستمر مثل الموبايل، مقبض السيارة أو مسكة الباب، وما هي الطرق التي تتبعها بذلك؟ بالواقع هو ما كنت تهتم، لكن بعد الأزمة مال كورونا أغلب الناس صاروا يهتمون بما فيهم مالي. الأدوات كانت كالآتي، هي عبارة عن قنينتين عندي بالمنزل، القنينة الأولى مال كحول 70% الاعتيادي، والقنينة الثانية هي مال خل أبيض. الفاكهة كنت اشتريها من السوق والخضار كنت اعقمها بالخل الابيض. الخل الابيض لان ما ياثر على الطعم بشكل سلبي مثل الكحول. اما مثلا اذا كنت اشتري مساتل هاي للبيت كنت اعقمها بالكحول باستمراريه.
لكن هسه بعد ما قل الزخم صرت استعمله بس الهاتفي، اعقم الهاتف اول ما ادخل المنزل. قبل كنت ملتزم اكثر؟ كنت ملتزم اكثر لان كانت الوضعيه مهوله وانا شويه كان عندي وهواس. اما حاليا بس ويا الهاتف ويا المحفظه مالتي اللي هن الاشياء اللي استعملها بكثره اثناء ما اطلع. هل تهتم في تنظيف وتعقيم الادوات التي تستخدمها بشكل مستمر؟ على سبيل المثال التليفون، مقبض السياره، كيبورد الحاسبه، وما هي الطرق التي تتبعها بذلك؟ اكيد طبعا يعني باستمرار الموبايل اي شيء يعني احنا نستخدمه خاصه جوا ايدنا احنا نستخدم يعني وسائل التعقيم. اللي تستخدمها يعني هذا البخاخات الكحول، اي الكحول تقريبا هو هذا هسه المتعارف المتداول بالاسواق، اي الصابون الديتول يعني اذا كان صابون السائل للايد يعني اي اكو المناديل المرطبه المبلله دائما نستخدمها، اسطح المكاتب الميز. مثل ما شاهدنا الاستطلاع وشفنا آراء الناس، اللي حلو إنه دا أشوف الناس شون عندها وعي ومهتمة بهذا الموضوع رغم إنه الجائحة كورونا اللي هي خلتنا فعلا ننتبه للتعقيم وكنا يصير عندنا هوس بهذا الموضوع، ولكن مع مرور الوقت يمكن أكل بعض قاموا هالقد يهتم، بس نشوف الناس لا بعدها مهتمة بتعقيم الأيدي، بتعقيم الأماكن أو الشغلات اللي مسكوها هواية. وطبعا هو تعقيم الإيد كلش مهم، بس همينا زين كثرة استخدام المعقم ممكن يسبب لنا التحسس او ممكن امراض او اكزيما معينه، فاني افضل الواحد يغسل ايده ويعقم الامور الاخرى مثلا بمعقماتهم خاصه عمود ما تخرب الامور او الاغراض. تملت جديات يعني فتره الفاتت، ويعني كل شيء احنا نمر به له جانب سلبي وايجابي اكيد. صح. جائحه كورونا كان لها جانب سلبي كلش كبير واثر كلش كبير بحياتنا، لكن اعتقد علمتنا فد شيء مهم جدا اللي هو التعقيم وتنظيف والوقاية من هواي الشغلات. احنا اكو شغلات نستخدمها بشكل يومي وهواي نركز على هذا الشيء لانه هذا روتين يومي احنا نسويه، التليفون، السويتش، العكازة، مقبض السيارة، اكو هواي شغلات داخل البيت حتى يعني احنا نستخدمها وتحتاج الى تنظيف مستمر. وحلو جدا دا اشوف انه هذا الشيء صار مثل تعويد، احنا الفترة اللي فاتت استخدمنا هاي الشغلات بكثرة. إيه صارت عادة حلوة. صارت عادة يعني حلوة إحنا كنا مفتقديها. حتى الكمامة يعني تعتبر من شغلات الوقاية. صح. شغلة وقاية. عن التعقيم وغسل الأيدي. فعلًا. عندك تعليقات زين؟ أغلب الأشخاص يقولون التليفون، الموبايل. خنساء تقول الموبايل أكيد لأنه استخدمه بشكل يومي ونظفه أكثر من مرة باليوم. هذا الشيء مهم جدًا. حلو. الماوس والقلم. والفلوس همينا. الفلوس صح كلش مهم. انت ايش عندك تشتمل؟ انا هم شخص يقول الفلوس وايضا مقابض السياره والباب، وايضا شخص تعليق يضحك هذا الناس اللي بحياتي. لا الناس اللي بحياتك لا عقم ايدهم بس لا. اي طبعا مشاهدينا ننتقل الى ضيفنا لحلقة هذا الصباح اللي هو اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية دكتور جعفر سعيد اللي راح يكلمنا اليوم عن مرض ذات الرئة وأسبابه وتشخيصه وأيضا علاجه. صباح عليك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلا بك. صباح المشاهدين. صباح الأنوار دكتور. بالبداية سؤال التفاعل اللي راح أوجهه إليك كونك أيضا دكتور، شنو الأشياء اللي تستخدمها هواية وشنو الطرق اللي تعقمها أو التعقيم اللي تستخدمها؟ حقيقة هو النقطة أنه مع شو عم تعامل. هلأ مثلا نحن كأطباء لو كل ما أفحص مريض وانتقل لمريض ثاني المفروض أعقم إيدي أو ألبس كفوف. فعلا. هلأ هاي شغلات روتينية بحياتنا بصراحة. الأدوات الأجهزة اللي بنستخدمها المفروض نعقمها بعد ما نخلص من المريض أو نخلص العيادة، المفروض كمان نساوي تعقيم يعني للإيدين للأدوات. هلا بالمجمل انا بعتقد التعقيم موضوع مبالغ فيه بصراحه. مو مطلوب التعقيم، المطلوب هو التنظيف. النظافه مهمه جدا يعني مثلا مخلفات ما تضل فتره طويله ندبل الاوساخ، هاي مهمه مشان الحشرات مشان بشكل عام. اذا في عندي مريض بالبيت المفروض اهتم بالموضوع التعقيم، يعني المفروض الادوات خاصه مرضى الكوفيد يعني
أو الالتهابات بالمجمل ممكن يستخدموا مثلا أدوات ديسبوزابل استخدام مرة واحدة، حتى الحمامات مثلا يفضل تكون خاصة منعزلة. هلا مقابض إذا في عندي مريض عم أحكي فيكون التعقيم أكثر في تعقيم حال وجود المريض، هذا التعقيم المنطقي واللازم نساويه. بس شخص موجود بالبيت يعني ما في داعي للتعقيم المتكرر، يحافظ على النظافة العامة. النظافة مهمة جدا فعلا، يعني شخص عم يسأل مثلا يغطي وشه يعني ونخلص فورا من الكلينيكس محارم، هدول كل المهمين. الشغلات مثلا اللي بنتوقع انه مخلفات مريض مثلا او اثار المريض ممكن نحطها بكيس نغلقها، ممكن نتخلص منها، هدول المهمين. الايد مثلا ما في داعي للتعقيم المتكرر الا اذا طبيب مثلا او كادر طبي او مشفى او مكان خاص او رعايه مريض. ممكن المي والصابون كافي كافي تماما، 30 ثانية في طريقة كل العالم صاروا يعرفوها. بعتقد إجراءات نظافة مهمة طبعاً، لازم تكون يومية. طبعاً كونك دكتور أيضاً لك نظرتك وهاي الأمور التفاصيل المهمة، وإحنا اليوم موضوعنا أيضاً إلى علاقة بالتعقيم ويمكن بشكل غير مباشر اللي هو ذات الرئة. هل ممكن أيضاً مثلاً كثرة استخدام المعقمات أو هاي الأمور ممكن تسبب أو يعني تسبب التحسس أو بالتالي مرض ذات الرئة؟ خلينا نحكي عنه. حقيقةً إحنا شفناها بأيام الكورونا الكوفيد، كتار ناس صار عندهم أعراض تحسسية سواء أنفية أو جلدية أو استنشاق صار عندهم، خاصة خلطات الكلور بيحطوا أكثر من منظف أو معقم سوا بغرفة مغلقة، هذا صار استنشاق. يعني صح. إحدى يعني الشغلات اللي شفناها بصراحة هاي الخلطات ممكن تحرض أو تسبب حتى مثل الربو أو ربو حقيقي. يعني بيجي المريض بيسعل، في عنده وزيز، في عنده ضيق نفس، وبنتعامل معه على أساس الربو قسم منهم. يعني هاي المخرجات المفروض ما نستخدم، ما نبالغ فيها. نصيحة تانية، إذا بدي أحط كلور مثلا بغرفة معينة المفروض أن أفتح الشبابيك وسكر الباب وأطلع لبرا. اللي بيساووه أنه بيرشوا مثلا نوعين بيضلوا جوا، هذا كله بيصير استنشاق. يعني حتى إذا ما بيساوي تخريش على الأقل. حلو دكتور، إحنا حكينا عن المسببات ممكن اللي تكون متعلقة باستخدام المفرط لأدوات التنظيف والتعقيم. نحكي هسه خلينا نعرف شنو هو التهاب ذات الرئة دكتور. ذات الرئة أو التهاب الرئة هو التهاب بيصيب النسيج الرئوي أو الأسناخ الرئوية، واللي بنعتبرها الوحدة الوظيفية بالجهاز التنفسي. يعني في عندنا مجرى تنفس، آخر شيء الأسناخ هي اللي بتقوم بتبديل الهواء اللي بيفوت على الرئتين، بتاخذ الأسناخ منها الأكسجين وبتعطيها الكربون. هلا الالتهاب بيصير على مستوى هاي الاسناخ، ممكن يصيب رئه ذات الرئه، ممكن يصيب رئه او رئتين، ممكن يصيب قسم من الرئه او عده اقسام. هلا العوامل الاساسيه ذات الرئه هي البكتيريا بالدرجه الاولى. يعني معظم حالات التهاب الرئه او ذات الرئه هي مسببه بالبكتيريا. هلا الاسباب الثانيه بالدرجه الاولى بتيجي الفيروسات، وممكن الفطور والميكروبات الثانيه. يعني بالمجمل لما بنحكي عن ذات الرئه بنحكي عن التهاب بقسم من النسيج الرئوي بالبكتيريا بالدرجه الاولى. حلو. زين دكتور، شنو ابرز اعراض مرض ذات الرئه؟ ذات الرئة كمان فينا نقسمها قسمين بصراحة حسب التظاهرات. في ذات الرئة النموذجية أو النظامية خلينا نقول، وغير النموذجية. هلا بالمجمل إذا بدنا نحكي الأعراض المهمة هي حرارة عالية جدا، يعني عادة فوق الـ 38.3، سعال مع قشع، غالبا قشع قيحي غامق، ممكن يصير ألم صدري بمكان ذات الرئة. هذا الألم الصدري عادة بيزيد بالشهيق، بيسحب المريض النفس، بيحس طعنة أو وجع، بالإضافة لضيق النفس. وممكن بالذات الرئة اللانموزجية ممكن تكون هاي الأعراض أخف ويعني تدريجية أكثر، بطيئة أكثر. بالذات الرئة النموذجية الأعراض عادة سريعة، فجأة بيحس المريض بسعال وقشع وحرارة عالية وضيق نفس وألم صدري. بالذات الرئة اللانموذجية، لأنه البكتيريا أنماط البكتيريا بتختلف، اللانموذجية ممكن تكون حرارة ما كتير، بيحس المرض بتعب أكثر، ممكن تترافق مع أعراض غثيان، إقياء، إسهال أكثر. يعني بس بتضل يعني ذات الرئة
يعني لما بنسمع ذات الرئة معناتها سعال، قشع، حرارة، هذول بالدرجة الأولى، ممكن ألم صدري، ممكن ضيق نفس، هاي الأعراض البارزة. أيضاً هسا إحنا بفترة تغيير الجو وهذه الأمور يعني المناخية، ممكن همين تأثر على ضيق النفس والسبب ذات الرئة؟ هلا ذات الرئة بصراحة بتغيرات الجو عادة بالشتاء بتزيد، لأنه في عنا مثل ما حكينا في بكتيريا في فيروسات، بالشتاء وبتغيرات الجو بشكل عام ممكن يصير في فيروسات جديدة. في فيروسات موجودة على مدار السنة موجودة، في فيروسات بتقلبات الجو خاصة بالشتاء، خاصة الإنفلونزا وبارا إنفلونزا، في أنماط فيروسات. هل الفيروسات بحد ذاتها، الإنفلونزا ممكن تساوي ذات رئة بحد ذاتها، وبارا إنفلونزا ورينو فيروس، هدول الفيروسات كلها ممكن تساوي بحد ذات ذات رئة. النقطة الثانية أنه الإنفلونزا أحيانا بتجي أو الفيروسات بشكل عام ممكن تساوي ضعف مناعة مؤقتة، تجي البكتيريا يعني بتساوي ذات رئة بكتيرية. جيد. أوكي. دكتور شنو هي يعني، هل احنا ممكن نقول انه هذا المرض خطير، وهل ممكن احنا نستكشفه قبل ما هو يأثر على جهاز التنفسي بشكل عام؟ شلون ممكن احنا يعني نعرف انه احنا عندنا الأعراض، شلون نحس به، وشلون نعرف انه احنا نحتاج انه نراجع طبيب؟ حقيقة ذات رئة هو مرض شائع، مرض خطير إذا ما تعالج. يعني ذات الرئة مع الإنفلونزا سوا يعني هو تقريبا القاتل رقم واحد من الأمراض الإنتانية، من يعني الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وهاي الأمور. هلأ ما فينا نستشعر يعني قبل الإصابة، المريض هو ذات ماكو أعراض يعني واضحة جدا تكون، لا الأعراض فورا بس تبلش نحن لازم نشك بذات الرئة، بس قبل ما نقدر. هو الميكانيزم يعني هو بشكل عام، ما دام حكينا أنه بكتيريا وفيروسات معناته الموضوع موضوع عدوى، تمام، انه هذا الآلية الاساسيه له هو انتقال العضويات الممرضه من شخص لشخص ثاني. هلا في حالات خاصه من ذات الرئه، مثلا شخص عنده جلطه دماغيه او ما عنده منعكس سعال او ما يقدر يبلع كثير، البلع مو طبيعي، هذا ممكن يستنشق، يعني ممكن اذا اكل ممكن الاكل يفوت على مجرى التنفس، يفوت على القصبات ومن ثم تساوي ذات رئة، بنسميها ذات رئة استنشاقية. يعني في أنماط تانية ذوات الرئة. زين دكتور، شنو الأبرز الأعمار اللي خلينا نقول المعرضة للإصابة بذات الرئة، والأكو حالات أيضا ممكن نسميها عوامل خطر، مثلا ممكن شخص عنده حالة معينة أمراض معينة ممكن أيضا تعرضه للإصابة بذات الرئة؟ سؤال مهم جدا حقيقة. هلا ذات الرئة هو مثل ما حكينا مرض بكتيريا بالدرجة الأولى، ممكن يصيب كل الأعمار. هلا فئات الخطر هي الأعمار الحدية، الأطفال أقل من 5 سنوات والكبار أكثر من 65 سنة، هذول حتى في عنا تصنيف. هلا أنا بس شخص ذات رئة المفروض أنا أقرر وين بدي أعالج المريض، بالبيت وشو أعطيه، بالبيت ولا بالمشفى، بالمشفى بالردها ولا بالاي سي يو بالعناية. هلا هدول يعني في عوامل نحن نعتمد عليها، احدى الشغلات هي العمر، خاصة العمر فوق ال 65 سنة كيرب 65 في عنا شغلات معينة. هلا عوامل الخطورة هي مثل ما حكينا الأعمار، الاثنين موضوع الأمراض المزمنة، كل ما كان الشخص عنده أمراض مزمنة أو منهكة أو مضعفة للمناعة كل ما كان الخطر أكبر. عشان هيك أنا لما بتعامل يعني في عنا مصطلح خاص نحن بنستخدمه ذات الرئة عند الأشخاص مضعفي المناعة، هذا تعامل خاص، والأدويات الممرضة البكتيريا وهيك مختلفة بصراحة، وبتجي شوي مقاومة للأدوية أكثر. دكتور يعني موضوع أكيد هو كبير كلش، إذا إحنا حكينا عن مناطق اللي هي تتعرض إلى خلينا نقول يعني عواصف ترابية كلش هواية، وأشخاص اللي يعانون من أمراض ذات الرئة والتهاب ذات الرئة، شو ممكن هم يقون نفسهم أو إيش قد يكون تأثير هاي العواصف الترابية والرملية على هيك أشخاص؟ لا حقيقة العواصف الرملية وهيك لهم علاقة بموضوع مواضيع تانية، موضوع التحسس بالدرجة الأولى. يعني موضوع ممكن يعني أحيانا إذا فترات طويلة ممكن تصير أذية رئوية بطرق تانية، بس ذات الرئة بحد ذاتها لا، هو عدوى بكتيريا المفروض نحن نعالج بأنتي بايوتيك،
احيانا نعطي انتي فايرال، يعني مثل ما حكينا نحن نعاكس العامل الممرض. في نقطه كمان، هلا بالحالات الخفيفه المريض بيجيني بالعياده مثلا اموره جيده، اكسجينه جيد، ضغطه جيد، مناعته جيده، صحته جيده، انا بعطيه انتي بايوتيك حبوب وبيروح على البيت. مده العلاج تقريبا اسبوع للاسبوعين تخلص قضيه ذات الرئه، بتخلص يعني. هلا اذا نساوي اعاده تقييم بعد 48 72 ساعه، اذا صار في استجابه معناته امورنا جيده. في ذات الرئه الشديده لما بنقبل المريض بالمشفى، هون لازم نفكر اكثر شو العامل الممرض، شو البكتيريا، شو نساوي اجراءات من ضمنها هو فحص البلغم. فحص البلغم مهم. فحص البلغم نشوف شو العامل الممرض، نشوف شو الادويه اللي بتاثر عليه. من ضمن ذات الرئه هي ذات الرئه شفنا بالكوفيد. صح. انا بدي احكي هون عن خطا يعني دارج جدا. اكيد فعلا. يصير عند المريض كوفيد طبعا. هو فيروس بيعطوا انتي بايوتيك. اذا كل اذا اعطينا كل انتي بايوتيك العالم لمريض أكيد. كوفيد ما راح يستفيد. أكيد. الا أكيد. اذا في عنده بكتيريا، الا اذا صار عنده ذات رئه بكتيريه. دكتور جعفر سعيد، طبعا كلش فرحنا باستضافتك، وهذا موضوع مهم جدا اكيد احنا فعلا معلومات جدا مهمه، يعني لازم نحكي اكثر بهذا الموضوع وهذا الموضوع. ان شاء الله نستضيفك مره ثانيه. اكيد. شكرا لتواجدك ويانا دكتور. شكرا لك. اذا مشاهدين مكملين وياكم، وهسه راح ننتقل من من اربيل، انا كنت في دبي بس راح ننتقل من اربيل الى استديوهات دبي مع ميس وضحى. صباح الخير عليكم بنات. صباح الخير. صباح الخير عليك تملا، وصباح الخير لك زين تملا. احنا يعني بعدش باجواء دبي، واحنا انت روحش بعدها موجوده هنا يعني باستديوهات دبي يمنا. صباح عليكم من جديد. شنو شعوركم؟ شعورنا جميل. موضوع حلقتنا اليوم كلش حلو ومهم، لأنه مثل ما ذكر الدكتور نقاط كلش مهمة، وهم لأن احنا بزمن جائحة كورونا آخر سنتين ثلاثة وما أعرف شو وقت رح نخلص من عندها. بس صح. موضوع صح. التعقيم موضوع لازم نعرف إذا زيادة من عنده يأذينا، ولا هل المفروض كل شيء نعقمه ولا لا. بس أريد أعرف من عندكم أنتو تاملة وزين، شنو تعقمون اللي دائما يعني اكو سانيتايزر وياكم وتعقموا؟ هل هو الموبايل، المحفظة، شنو اللي تعقمون؟ فعلا ميس مثل ما قلتي، احنا سبقت لازم نهتم لهذا الموضوع، نعرف شنو الاستخدام الصحيح. انا يعني بالنسبه لي اكيد الموبايل كلش مهم، يعني فعلا الموبايل وين ما نروح نخليه، ونلزم شغلات هواي ونلزم الموبايل. فالموبايل شيء جدا ضروري، خصوصا احنا اكثريتنا من ننام مثلا ممكن نحطه على الفراش، فضروري يتعقم. انا يعني عندي هم شغلتين اخرى مهتم بي ان وجودهم وين يكون او يكونوا متعقمين، هي الحقيبه او الجنطه اللي اشيلها، لان هم من احطها بكل مكان. فاعرف اذا احطها بكل مكان فاحاول بالبيت احطها بمكان معين، ما احطها على اماكن مثلا انام بيها او شيء. وايضا طاوله الطعام بالضبط يعني. على طاوله الطعام او احاول امسحها اذا بماده ما تاذي الجلد. وايضا الملابس الجيم اللي نروح بيها او اي مكان ممكن يعني مثلا يحتاج الهدوم، مثلا ممكن تقعدون بيها بالارض او تسوي همين، هاي الملابس تعتبر ملوثه فواحد لازم يغسلها قبل ما يستخدمها او يقعد بيها بالبيت يعني. تعمل اكو همين شغلات ميس وضحى، همين اكو شغلات احنا مثل السيارة هي فتشي احنا نستخدمها بكثرة بحياتنا اليومية. الكسل طبعا عامل الأول، فاحنا نحتاج دائما انه نعقم الستيرن والجير، لانه نطلع من السيارة نروح نتسوق نرجع للسيارة، نطلع للشغل نرجع للسيارة، عبالك هي البيت الثاني، السيارة صار مثل بيتنا الثاني صراحة. اكزاكتلي بالضبط هذا الشيء اللي قلته. فهمنا هاي الشغلات اللي احنا داخل السيارة نستخدمها بكثرة هم تحتاج الى تعقيم. انا هم اهتم بين فتره وفتره انه نعقمها بشكل صحيح. التعقيم داخل السياره ايضا مهم مع التنظيف الخارجي. وانتم بنات شلونكم ويا التعقيم، وشنو الشغلات اللي تستخدموها هوايه وتعقموها؟ احنا ما خلينا شيء معقم. ما خلينا شيء معقم لا، بس تعرفون بنات يعني ما احس الناس كانوا مركزين على مساله التعقيم، مع انه الميكروبس والجراثيم موجوده من احنا وصغار. صح. يعني اهلنا ما كانوا يخلونا نمشي حفاي، ما كانوا يخلونا نلعب هواي بالتراب، يعني انا طفولتي هاي هيك كانت، على مود موضوع انه لا وتلوث وبكتيريا وجراثيم ودنيا. بس هسه بسبب جائحه كورونا احس انه هوايه سلطت الاضواء على هاي الامور، يعني كان احس نادر انه نشوف واحد شايل بايده كحول ويرشرش. اي صح صح. راح نعرف اكثر تامي لو زين عن هذا الموضوع ويا الفقرات اللي عندنا من استديوهات دبي.
لازم نعقم كل شيء طبعا اكيد. خليكم قبل ما نروح لازم نعقم احنا الايبادات وانتم تعقمون الشاشات اللي صعب شويه هسه نعقم بس لما نطلع الى استوديو 40 نعقم كل شيء. شكرا لك تاملا شكرا زين راح نكمل باقي الفقرات خليكم ويانا واكيد عندنا احنا همين حلول ويا الضيوف ضيفتنا اليوم او الضيف راح يكون دكتور همين راح يجاوبنا على الاسئله التعقيم وتاثيره الايجابي والسلبي. بس قبل هذا نرجع نصبح عليكم استوديوهات دبي ونذكركم بالسؤال التفاعلي لحلقه اليوم انه شنو هي الاشياء اللي تستخدمها كثيرا وتحتاج للتعقيم باستمرار. ممكن تجاوبون على السؤال من خلال الكيو ار كود اللي راح يظهر على اسفل الشاشه صورها بكاميرا التليفون ياخذكم على صفحه الانستغرام على طول. طبعا الاجابات هوايه. شكرا جزيلا لكل من يتفاعل ويانا على صفحتنا بالانستغرام ويشاركنا بالاجابات مالته. اكو واحد طالب طلب غريب يقول كون تصير المصافحه يعني مثل الغرب لانه احنا بالاسلام التحيه مالتنا هي السلام فما له داعي احضان وقبلات ومصافحه لان هاي كلها تنقل التلوث وبالفعل خصوصا هاي الفتره فتره الجائحه نحاول شويه نبتعد او نخلي مسافه بيننا وبين الناس اللي احنا نقابلهم. اكو وحده تقول اهم شيء ايدي اعقمها ما يهمني الاشياء اللي حواليا. اكو ناس تقول مصافحه الناس لحد الان اكو هواي ناس يحسون انه مصافحه الناس مشكله. واكو مثل ما قالت تملا الموبايل والقلم. غريبه القلم القلم الناس اللي دامون دائما عندهم صح كليات دنيا اي صح لانه القلم احنا نحطه بكل مكان او ممكن ندبه بالجنطه الجنطه تكون ملوثه فيمكن هاي الامور احنا ما كنا نفكر بها قبل وتلاقينا العاده همينا لما تكتبين بالقلم اكوايا ناس عندهم العاده اللي يحطون القلم بحرقهم وهو أو اصلا يكون او باذنهم ويكون ملوث لانه يا يكون بالسياره يكون على الطاوله. فالقلم من هاي التعليقات يعني شكرا انه سلطت الضوء على هذا الشيء لانه فعلا هذا الشيء لازم يتعقم بالذات اذا راح تخليه باذنك ولا واحد يكون مركز يريد يكتب شيء يحط القلم بحلقه فاكيد هذه ميكروبات راح تاذي الجسم. قبل ما ننتقل لباقي التعليقات وباقي الفقرات خلينا ناخذ الفقره الجايه وهي موجز الاخبار ويا كمائل. صباح مرحبا الخير. مرحبا ليس شلونك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير عليك. صباح النور اهلا وسهلا. شنو الشيء اللي تحرصين دائما تعقمين؟ وهل عاده التعقيم من قبل جائحه كورونا ولا مستحدثه؟ من قبل من قبل كانت هالعادة؟ من قبل عندي هالعادة. حلو كلام طيب. تغيرت علي كثير. زين انا بالنسبة لي مش التعقم. لا انا كنت اعقم. اعقم اكثر شيء الايد والاشياء اللي نستخدمها بشكل يومي. حلو. واكثر شيء انا مثل ما شفتي انا الاستخدامات الشخصية اموري هذه اخليها يعني دائما لا اشارك فيها احد. يعني غرفة الميك اب كنا دوما نحكي ويا خمائل فدا اشوفها انه الميك اب مالتها البراشز وهاي الشغلات بالضبط. وهذا فتشي كلش حلو لانه اذا وحده مثلا عندها حبوب او فتشي راح تنتقل بالضبط للثانيه اذا استخدمت نفس البراش او نفس السبونج. بس لازم يكون الانسان مش كثير يعني مزودها يعني بيصير عنده نوع من الوسواس طبعًا. يكون في الوسط اكيد خير الامور اوسطها. وخلينا ننتقل ويا الاخبار. الاخبار خلونا نشوف معنا الاخبار. شكرا جزيلا ضحى. خلينا نتابع مشاهدينا الان الاخبار. اخبارنا طبعا مثل ما عودناكم هي منوعه. نبداها من اقليم كردستان العراق والاحداث الاخيره التي شاهدناها بالامس وبدات تداعياتها تظهر اليوم. ردت حكومه اقليم كردستان على مزاعم الحرس الثوري الثوري الايراني بالاحرى بانه استهداف قواعد اسرائيليه ردا على قصف اسرائيلي على قواته في محيط دمشق، وقالت ان التبرير الايراني كان فقط لاخفاء هذه الجريمه. هذا وابقى المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي برئاسه القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابقى اجتماعاته في حاله انعقاد مستمره. وهذا لبحث الاليات الكفيله بحمايه امن العراق وسيادته. في متابعة أيضا للخبر الذي يليه مشاهدينا اللاجئون الأوكرانيون نتحدث أيضا عن الحرب في الجهة المقابلة في أوكرانيا في ملجأ بالقرب من الحدود البولندية حاول مجموعة من الأطفال الأوكرانيين نسيان معاناتهم والحرب واكتشفوا لحظة من الفرح من خلال لعبهم مع متطوعين يرمون الدمى بالأحرى ذات الألوان الزاهية على بعضهم البعض.
بالانتقال أيضا إلى الأزمات الأخرى، للأسف اليوم أخبارنا فيها كثير من الأزمات والحروب هنا في لبنان. مشاهدينا، الأزمة المالية في لبنان أجبرت عددا من الشباب على ترك الدراسة والبحث عن مصدر رزق ودخل بسبب التكاليف المرتفعة. وأظهر بحث للأمم المتحدة نشر في يناير كانون الثاني الماضي أن 30% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في لبنان قد تسربوا من التعليم. المسح أوضح أيضا أن المزيد من الشباب يفوتون بعض وجبات الطعام ويقلصون من الرعاية الصحية. دعونا نتابع وإياكم الخبر التالي. رياضة ركوب الأمواج، في نهاية كل أسبوع تمسك كريمة العثامي لوحتها وطائرتها الورقية وتتجه إلى الشاطئ لتضرب الأمواج الجامحة. الجزائرية البالغة من العمر 36 عاما تقول إن رياضة ركوب الأمواج شراعيا أصبحت رياضة شائعة بشكل متزايد في البلاد، حيث تتحدى النساء هذه الرياضة ويمكن رؤية العشرات من الرجال والنساء على شواطئ مدينة بومرداس، حيث يساعد الكثيرون بعضهم البعض في إعداد معداتهم بينما يستعدون لمواجهة الرياح والبحر. مشاهدينا، ننتقل أيضا إلى هذا الخبر. الأميرة تشارلين، أعلن القصر الأميري في موناكو أن الأميرة شارلين التي تغيبت لفترة طويلة عن الإمارة بسبب مشاكل صحية عادت لتوها إلى موناكو. وأوضح القصر في بيان له أنه بالاتفاق مع أطبائها وفيما يسير شفاؤها على المسار الصحيح، توافق أصحاب السمو الملكي على أن الأميرة شارلين باتت قادرة على مواصلة فترة النقاهة في الإمارة مع زوجها وطفليها. دبب الباندا، سار طفلا الباندا التوأم في حديقة حيوان بوفال الفرنسية لأول مرة على التربة والعشب والصخور، حيث سمح لهما أخيرا بالدخول إلى العالم الخارجي بعد 7 أشهر من ولادتهما. وولد صغار الباندا في آب أغسطس من العام 2021 وتم تقديمهما للجمهور في كانون الأول ديسمبر. أقواس الرماية، المهندس الأردني الشاب أسامة خضيرات عاد لهواية طفولته الخاصة بصنع أقواس الرماية، ولأنه كان يعرف بالفعل كيفية صنع أقواس الرماية منذ صغره قرر خضيرات صقل مهارته في هذا المجال وبدأ بالفعل صنع تلك الأقواس وبيعها لهواة استخدامها في الصيد بالبر، الأمر الذي وفر له دخلا ماديا يعينه على توفير احتياجاته. وهذه هي قصة نجاح لفداء أبو حمدية، هي طاهية فلسطينية تناضل من أجل قضية بلدها لكن على طريقتها الخاصة وفي مجال تخصصها، فهي تقف مع عدد من الطلاب الفلسطينيين في أحد المطابق بمدينة الخليل لتعليمهم المطبخ الشعبي الفلسطيني بلمسة إيطالية. وفداء ولدت في الخليل عام 1982 ودرست الطهي في جامعة بادوفا بإيطاليا، لكنها تعلمت الأساسيات من أمها وجيران أمها وحارتها. مشاهدينا، كان هذا آخر خبر لدينا في مجموعاتنا المنوعة. عودا مجددا إلى ضحى برنامجكم مش الأخبار، يعني بعدني على بعض الأخبار. شكرا لك خمال على الاخبار المنوعه وقصص جدا جميله سمعناها من قصه نجاحه من الباندا والاخبار الحلوه اللي دائما تعطينا اياها. شكرا جزيلا. شكرا لك خمال. نرجع لموضوعنا عن التعقيم همينا وعن شنو الاشياء اللي اكثر شيء تعقمها واكثر شيء بتستخدمها من خلال الانستغرام، كنت تفعلون ويانا. واذا قرينا شويه من التعليقات اللي موجوده مثل ما قريناها قبل شويه، اكو ناس كتبوا القلم، الفلوس همينا لان الفلوس يستخدموها هوايه، فالفلوس الناس تنسى تعقمها. بالفعل الفلوس هوايه تنقل الجراثيم والبكتيريا لانه من واحد حرفيا. صح. الفلوس من واحد الى واحد، يعني تروح للسوبر ماركت تعطي هاي الفلوس، او السوبر ماركت
ماركت هي رجعة للكاستمر، الكاستمر يروح يشتري بيها مثلا الصيدلية فتختلف. أكو أشياء لازم ننتبه شلون نعقبها همين. هم صحيح. أكو مكاين تعقيم، يعني يمكن أفضل همين نرجع نسأل الدكتور أو الدكتورة اللي هي راح تكون ضيفتنا بالفقرة الجاية، شنو هو الوسيلة الأفضل؟ هل هو بالسبراي أو هل هو بالمعقم اللي مثل ما ذكروا الكحول مثل ما قلتي 99% اللي يكون قوي بصمت. أو يكون ماكينة اللي تعقم، لأن تخيلي أنت أكو أحد كاتب يعقم اللابتوب. بس شلون تعقم اللابتوب؟ صعب، لأن ممكن الكحول هذه مترشحة على الهاي ممكن تخرب الشاشة، خصوصا أنه هسه التليفونات الآيبادز اللابتوبات كلها التاتش، فهاي السكرين تكون كلش حساسة لهاي الموضوع. الشيء الثاني اللي أريد أقول لكم إياه إنه أكو أجهزة اللي مثل ما قلتي ميس ندخل بها الأشياء اللي يكون بالحرارة أو بالضوء بأشعة معينة من الضوء، بس راح نروح للدكتوره ونسالها ونشوف شنو رايها واي وسيله هي اللي تكون اكثر امنا في موضوع التعقيم. طبعا من التعقيم والجراثيم والميكروبس الى بابل، وتحديدا مهرجان عشتار تقرا. طبعا الاسم كلش حلو يشد، هذا المهرجان هو مهرجان داعم لفكره القراءه والقراء، اللي يعتبر رساله الى العالم بانه الشاب العراقي شاب مثقف واعي، وأنه المرأة اللي هي عشتار العراقية في أصلها قارئة مثقفة متمكنة ومتميزة. الأجواء رائعة بهذا المهرجان، فخلونا نروح وخلونا نشوف شنو صار بي بس من خلال هذا التقرير. لإعادة وجود المرأة بميدان الثقافة والحياة الثقافية. اليوم مهرجان عشتار تقرأ نشوف كل أغلب المنظمين وأغلب المشاركين به من فئة النساء، بعد ما خيمت العادات والتقاليد على إمكانية المرأة بهذا المجال. وأيضا مهرجان عشتار تقرأ هو محاولة، هو رسالة للعالم إنه الشباب العراقي موجود فعلا، الشباب العراقي واعي، الشباب العراقي حريص على ثقافته. بعد ما نشوف هواي محاولات لإطفاء هاي الطاقات الشبابية، ما زال اكو جهود تحاول تثبت وجود الهوية العراقية وتحاول تظهر الجانب الإيجابي من المجتمع العراقي. اليوم المهرجان كان كلش حلو. قبل فترة قالوا لي انه اكو مهرجان عشتار تقرأ ببابل، كانت فشي كلش لطيف كدعم للقراءة وللمواهب، دعم للبنات، دعم للشباب بشكل عام. الحضور حلو والناس كلها متفاعلة، كانت مشاركة كلش لطيفة، عزفت يعني هواية أغاني، الجمهور هواية تفاعل وياي، وإن شاء الله تنعاد. وأنا يعني كلش فرحانة لأنه تصير هيك نشاطات بغير محافظات، لأن إحنا تعودنا إنه بس ببغداد تكون هيك مهرجانات، فكلش حلو انه بدها تصير هيك نشاطات من الشباب بغير محافظات. النشورات والجماعة زملائي بالكلية ومصورين كلها نشرت الحدث، ما توقعت حق هيك اعداد، والاهل الحل الحلو كلها مشاركة هنا، كل الجو حلو، اجواء حلوة، الناس كلها موجودة، ما توقعت راح تصير هيك اجواء هنا بالحلة. وحبيت ايضا الدعم للمرأة الموجودة هنا، كلش فقرة حيل حلوة. مهرجان عشتار تقرأ للموسم الثالث، هذا المهرجان تقيمه هو سنويا دار ثقافة الأطفال واتحاد الشبيبة الديمقراطية. يأتي هذا المهرجان تزامنا مع احتفالات عيد المرأة من أجل تمكينها وإعادة الاعتبار لثقافة الكتاب، بالإضافة إلى أنه تشجيع المرأة لأن تحتل مكانة مرموقة بالحياة الثقافية. كل الشباب كانوا متعاونين على مدى شهرين، كانت التحضيرات قاسية لكننا بالفعل تمكننا هذا اليوم من أن نخرج بوجه أبيض.
فعلا الأجواء ببابل أكثر من رائعة ومفعمة بالطاقة والحيوية، مثل ما نشوف الناس الإيجابية وابتسامتهم الحلوة. نوجه لهم تحية وإن شاء الله يكثرون من هذه المهرجانات الجميلة. من هذا الموضوع ضحى، خلينا همنا ننتقل مثل ما شفنا باستطلاع حلقتنا لليوم، واللي كان عن تعقيم الأشياء اللي نستخدمها باستمرار. وطبعا التعقيم شيء كلش ضروري أنه نسويه بيومنا حتى نحمي أنفسنا قدر الإمكان من الإصابة بأي فيروس. ضيفتنا هي الدكتورة مريم قاسم، اختصاصية الطب العام، راح تكلمنا اليوم عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتورة مريم. أهلا وسهلا، صباح النور عزيزتي. دكتورة مريم، بداية حابة أعرف من عندك التعقيم، بما أنه إحنا بجائحة كورونا صارت عندنا التعقيم أو الوعي على التعقيم شيء جد، كل شيء نعقمه، الإيدين، الأدوات، اللابتوب، كل شيء نعقمه. هل التعقيم هذا شيء مفيد للجسم وفعلا يحمينا من إصابة الفيروسات، ولا هل زيادة التعقيم ممكن يأثر علينا بطريقة سلبية؟ نعم طبعا التعقيم هو فتشي كل جضاف، فتشي مهم لحياتنا، انه صار التعقيم والمعقم فتشي متناول اليد، مو مثل سابقا كانت هاي الاشياء ما منتشره هوايه او نشوف المعقم فقط بالمستشفى او باماكن الصحه. فهذا الشيء استغنانا اكثر عن غسل اليدين وخصوصا بعد جائحه كورونا. بس التعقيم حلقا مفادنا، بس بجوانب سلبية، انه ممكن يضر بالجسم وممكن يسبب حساسية بالجلد، تحسس، وممكن اكو بعض الاشخاص اصلا يعني ما يقدرون يستخدمون اي معقم، اللي عندهم خصوصا امراض جلدية مثل امراض الصدفية وامراض الاكزيما، امراض الذنبة الحمراء، يعني ذولا ما يقدرون يستخدمون أي معقم وما يقدرون يستخدمون بكثرة، والأطفال أيضا كذلك، وحتى الشخص العادي همينه يعني ننصح أنه يستخدم المعقمات بس ضمن حدود معقول، مو أنه يستخدم. أكو ناس يعني صار عندهم هوس بالتعقيم وباستخدام المعقمات، هذا الشيء همينه ممكن يضر بصحتهم. طيب دكتورة مريم، أنت قلتي أنه يعني المعقمات خلينا نقول سلاح ذو حدين، مفيدة وزينة وتقتل وتساعد الإنسان إنه يعني تبتعد، يعني يبتعد عن الجراثيم وغيره، ولكن قلتي إنه هي بها سايد إفكت، يعني إذا استخدمت بطريقة مبالغ بها أو طريقة خطأ، فأريد أعرف شنو هي الطريقة الصحيحة أو أهم التبس لاستخدام المعقمات بالأخص للأطفال. بالأخص نعم. طبعا أول شيء خلينا نتكلم عن بصورة عامة وللكبار، لأنه الأطفال موضوع يعني لازم خطوات التعقيم عند الأطفال تكون مختلفة تماما عند الكبار. مثلا احنا من نستخدم المعقم لازم نعرف الكمية المناسبة، لا نستخدمه نخلي كمية كلش كبيرة، انه ممكن حتى ما نستفاد من عدها، لأنه حتسبب لنا مشاكل مثل ما ذكرت. يعني الكمية المناسبة كلش مهمة انه يصير التعقيم بصورة صحيحة. وطرق استعمال المعقم مثلا انه شلون ندعك اليدين او شلون نعقم الاسطح، هذا الشيء كلش مهم انه يعني نعرف شنو الخطوات. زين دكتوره مريم، الاطفال طبعا احنا عندنا نوعين، بما انه انت تقولين على هذه الخطوات المهمه، اولا على كميه الاستخدام مال المعقم، واهم من غسل اليدين، ممكن بس تشوفينا امام الكاميرا شنو هي الطريقه الصحيحه للمشاهدين حتى يعرفون كميه يمكن هالقد ولا هالقد، واهم من على غسل اليدين انه شنو هي الطرق الصحيحه للغسل. صحيح نعم. طبعا احنا عندنا هاي المعقمات اللي تصير هي بالحاويه اللي يعني بيها ضغطه من فوق، أي. يعني هي مصممه لهذا، مثلا لكل مره بالتعقيم مثلا لليدين نستعمل ضغطه واحده او ضغطتين، ممكن اللي يعني تدرين تتفاوت، اللي حجم يديهم مثلا اكبر، اكو ممكن يعانون من السمنه، يعني هالشيء وارد، بس هو المفروض يعني من ضغطه الى ضغطتين لا اكثر ولا اقل. بالنسبة للمعقمات الأخرى مثلا السبراي هم كذلك رشة، يعني إذا لليدين أو للأسطح، يعني ما يصير نكرر الرشة مرتين على نفس السطح. وبالنسبة لغسل اليدين، هل أكو طريقة معينة لازم نغسل إيدينا بها بالماء والصابون؟ طبعا
شو هي الطريقه الصحيحه؟ ممكن طبعا غسل اليدين، غسل اليدين اهم، يعني اهم اكثر من التعقيم وطرق التعقيم، لانه غسل اليدين ما بي اي اضرار جانبيه، ويعني يساعد على قتل البكتيريا وفيروسات اكثر بهوايه من ماء التعقيم. مثلا خلينا نقول 90% او 95% ممكن احنا نتخلص من الجراثيم والفيروسات بغسل اليدين، لكن بالمعقم احنا عندنا النسبة تقل ممكن الى 70%. فغسل اليدين احنا نحاول نركز على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين اكثر من المعقمات. فالطريقة الصحيحة للغسل او غسل اليدين انه طبعا لا تقل عن 20 ثانية، وممكن تكون الرغوة كثيفة تكون بهذا الشكل، يعني بين الأصابع والأظافر أيضا، وأيضا الإبهام، لأنه الأصابع يعني من تغسلها أو يعني منفصلة عن الإبهام، فالإبهام وحده يعني يحتاج لشون مثل نقول حركة مساجية خاصة به، والأظافر قلنا وبين الأصابع. نجي للباطن الكف، نعم الحد الرسخ، نقدر نقول هاي الطريقة الصحيحة لليدين، يعني الحد الرسخ احنا ممكن نحمي نفسنا من هاي الجراثيم اللي ممكن تنتقل للفم او للطعام وتسبب المشاكل. طيب دكتورة مريم، يعني ويا ما انتشرت موضوع المعقمات ووجودها وكذا، انتشرت also شائعات كثيرة بهذا الموضوع، فكهواي ناس يقولون انه هذه المعقمات كثرة استخدامها يعني تساعد انه البكتيريا تنمو وتتطور، بينما استخدام الماء والصابون هو الاكثر امانا. بس انتي مثل ما تعرفين احنا ما نقدر ناخذ الماء والصابون ويانا الى يعني كل مكان. نعم صحيح. بالنسبة لهذا الشيء مثل ما ذكرت، اكو عندنا طبعا نوعين من المعقمات، عندنا المعقمات الكحولية والمعقمات الغير الكحولية. الأكثر شائعا بالأسواق هو المعقمات الكحولية، طبعا شائعة أكثر بالأسواق ومتوفرة أكثر. المعقمات الغير كحولية اللي هي ممكن نستخدمها للأطفال اللي لا تحتوي على الكحول، اكو نوع من عندها اللي هو يحتوي على مضاد للبكتيريا. هذا الشيء ممكن انه اذا نستخدمه بكثره ممكن يسبب لنا بكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي، يعني الجسم يكون مقاوم للمضاد الحيوي يسبب لنا، فهذا ممكن يسبب نزول بالمناعه للشخص، وبالتالي يكون معرض اكثر لانتهاز البكتيريا للفرصه وتعرضه اكثر للامراض، خصوصا الامراض الجلديه. زين دكتورة مريم، احنا بهذا الزمن مثل ما انت ذكرتي انه صاير هوس عند الناس، وبالاخص نقدر نقول هوس عند الاهل اللي عندهم اطفال صغار بالعمر، لا يخلوهم يلعبون برا او يلعبون بالرمل مثل ما قبل كانوا عادي الاطفال يوسخون نفسهم يروحون يلعبون، هسه صاير انه لا تزمشي، البس الماسك. هل هذا يقلل من مناعة الطفل؟ هل هذا سيء للطفل؟ حابين نعرف لكل الأهالي اللي يتفرجون شو هي الطريقة الصحيحة، لأنه أحيانا الحماية الزايدة عن اللزوم ممكن تنقلب ضد الطفل، فشنو هو التعقيم الأنسب لما نحكي عن الأطفال؟ بالضبط شلون نتعامل ويا الطفل ضمن هاي البيئة المليانة بالجراثيم، ممكن نقول خصوصا بجائحة كورونا. طبعا بالنسبه للعب، نقول نلعب ويا الاطفال او اللعب بصوره عامه للطفل، انا ضد انه حتى لطب الاطفال والمنظمه العالميه لطب الاطفال ابد ابد ما ننصح انه نحبس الطفل وما نخليه يلعب او يعني يصير بنا هوس التعقيم، لانه حتى الالعاب من تعقميها زايد عن اللزوم هاي مواد بلاستيكيه، اكثر الالعاب الاطفال هي مواد بلاستيكيه، فممكن بالغليان او ممكن من الطبقين عليها الكحول، هو اصلا كحول مضر للاطفال، وخصوصا اذا تغليها من طريقه الغلي يعني تتفاعل ويا البلاستيك وممكن تكون سامه للطفل على المدى البعيد. فالافضل انه الامهات يعني شويه يبطلون من شويه يتركون هوس التنظيف والتعقيم للاطفال، بس يقدرون يحافظون على اطفالهم اللي هي اساسيه جدا، يعني الام انت اساس انه مثلا تعزلين طفلك عن الاطفال اللي هم مصابين بالزكام او مصابين بذات الرئه او المرضى بالانفلونزا، افضل مما انه انت تحبسيه وما تخليه يلعب بالالعاب وتقيدين حريته، لانه هو بالتالي طفل انت ما تقدرين يعني تحبسيه. بس الافضل انه تعلميه طرق
النظافة الصحيحة، مثلا من يجي من اللعب يغسل إيده قبل لا يأكل، يغسل إيده قبل لا يلزم ألعاب الداخلية. ممكن هذا الشيء، والألعاب ممكن إحنا نغسلها فقط بالماء والصابون ونتركها إلى أنه تجف. هذا يعني أفضل شيء لتعقيم الألعاب وابتعاد الطفل عن المشاكل. طيب دكتورة مريم، إحنا هواي صابونات أو صابون عادي ولا سائل ولا معقمات نقرأ عليها تقتل الجراثيم 99.9%، فهل هذا الكلام دقيق؟ والله على الأغلب يعني هاي مثل ما قلت لك، هي اكو نسبة، يعني ماكو انه مثل نقول فلان معقم يقتل 99.9، يعني هذا كلام مثل ما نقول غير منطقي، بس نقدر اقول لك نسبة مثلا من 95% الى 90% يقتل، 95 الى 99% يقتل الجراثيم، مثلا اكو 70% الى 90% يقتل الجراثيم، بس كنسبة محددة يعني 99.9. خدعة تسويقية يعني وبس، تبين انه للدعاية التجارية. بالضبط. دكتورة مريم، 1.1%. دكتورة مريم قاسم، شكرا لوجودك ويانا اليوم في صباح الشرقية وعلى المعلومات القيمة اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله تشوفك بالحلقات القادمة في برنامج صباح الشرقية. شكرا لك. الله يسلمك عزيزتي، شكرا لكم. مثل ما سمعنا مشاهدينا على طرق، واهم الطرق اللي ذكرتها هي الطريقه لغسل اليدين على التعقيم، يمكن يكون احسن من التعقيم، وهي الطريقه اللي قالت تكون بين الاصابع وجو الاظافر. يمكن هذه الامور احنا ما نهتم بها، او ما نغسل ايدنا لمده 20 ثانيه بالصابون والماء ورغوه تكون بس كثيفة. بسرعه يطبون هيك الحمام، اي هيك على السريع، سووا هيك مع السلامه وبعدين يحط المعقم ويزيدنا عنده. همنا الناس اللي ما عندها حساسيه من المعقم، ممكن يصير عنده حساسيه بسبب كثره استخدامه الكحول. أي. والاشياء المركزه بقوه بالمعقمات ميس هواي تاثر، خصوصا الناس اللي عندهم ربو، ازمات بالتنفس هواي ياثر عليهم. بالنهايه خير الامور ابسطها، ماكو داعي الواحد يعني كلش يندفع بالموضوع ويصير مدمن. اكو ناس ورا ازمه كورونا لما صار الحجر ورجعنا نقابلهم مره ثانيه، مثلا اشوفهم ايدهم متحجره من كثر ما دا يستخدمون يعني معقمات، ويظل عنده هوس يشوف الناس اللي حواليه، ها انت ايدك مو متحجره، يعني انت مو ما تعقم زين، لازم الايد تصير كلش خشنه، يعني هذا دليل على انه احنا عقمنا صح. فهسه صار اكو وعي اكثر انه احنا لازم نعرف شلون نستخدم الماي والصابون والمعقمات كلها ببالانس. وتعرفين ميس، انا اختي الكبيره مناعتها كلش بسيطه من كثر ما امي كانت تعقم اغراضها. صح، هي هذه النقطه المهمه اللي ذكرناها من ويا الدكتوره قبل شويه عن شلون تتعاملون ويا الاطفال والتعقيم. احيانا لما تعقمون كل الاغراض وما تخلون الطفل يطلع برا وياخذ البكتيريا حتى مناعته تتقوى، الطفل راح يكون عنده مناعه ضعيفه لما يكبر، وممكن يرحب بالفيروسات. وطبعا التعقيم مو بس بالجلد، همنا التعقيم بالفكر، لازم نعقم افكارنا بالهوس اللي موجود، وما نخاف من الخوف، ويمكن من اكثر الاسباب اللي تخفض المناعه حتى ترحب بالفيروسات. فهذه هم من ضمن التعقيم اللي لازم نفكر به، التعقيم الفكري والجسدي بطريقه معقوله. هذه كانت فقراتنا من استوديوهات دبي، خلينا نرجع ننتقل الى باقي فقرات صباح الشرقيه في استوديوهات اربيل ويا تامر وزين. شكرا لكم. شكرا لكم بنات، فعلا مثل ما حكيتوا مواضيع كلش يعني صراحه مهمه نسلط الضوء عليها بخصوص التعقيم، وشلون انه واحد من يعقم ايده هواي فعلا لازم يرطبها، ممكن تصير عنده مشاكل، والاطفال شلون واحد يتعامل وياهم بهذا الموضوع. واهم شيء هاي المعلومه اجت كلش عندي فضول، موضوع انه الغسولات او المعقمات تنكتب عليها 99.9%. أيه. شو هاي النقطه اللي ميت لها صفر واحد واحد، فعلا المعلومات كانت كلش حلوه. اي ضحى، لا بالفعل لانه هواي نقرا، يعني خصوصا من صارت الازمه مال كورونا، وين ما تديرون وجهكم تلقون 99.9. زين اذا 99.9 ليش اكو كورونا؟ ليش اكو جراثيم؟ معناته اكيد اكو فد، فخلينا نقول خدعه تسويقيه استغلوها يعني بعض الشركات حتى يريحون النفسيه، نفسيه الناس ترتاح ويبتعدون عن الخوف، يحطون لهم 99.9. صح.
بعد ميس راح نسميها اللي تخربط بالجسم. تاثير ايضا مناعه التقوى هذه اخذتها من تامر. هاي بالضبط. بس احنا رولا هم موجوده وياكم انتم هناك بالاستوديو. زين انا قاعده بصفها. رولا تتابعنا موجوده وياكم. ليش هسه غيرت رايها عشان على الهواء وقالت رولا؟ لان رجعت من السفر وهيك حنيت عليها. رولا رجعي سافري. اي بالضبط. تاثير استنشاق الكحول. بنات هاي هذا تاثير استنشاق الكحول وايضا المعقمات. معقمات سوري. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم بنات. نترككم ويا فقراتكم. شكرا لكم بنات. إذا مشاهدين أكيد مكملين وياكم وهسا وصلنا إلى فقرة الخبر المنوع اللي راح يكون اليوم ويا زين. شنو الخبر المنوع اليوم؟ فاميلا أنت تحبين الانترناشونال داي صح؟ إذا ما أكون غلطان. أي كلش. الأيام العالمية. طبعا احنا اليوم راح نحكي عن يوم العالمي للفيل ونشوف شلون العالم احتفلت بهذا اليوم. حلو. مشاهدينا اجتمع ما يقرب من 60 فيلا على مأدبة فواكه ضخمة في حديقة نباتية تايلاندية. حيث احتفلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بيوم الفيل السنوي. وحسب وسائل إعلامية في إحدى حدائق تايلاند الاستوائية في مقاطعة تشونبوري الشرقية تم وضع طنين من الفواكه والخضروات على طاولة تبلغ 8 أمتار أمام الأفيال مع غياب السياح الأجانب لفترة طويلة كما نشاهد في الفيديو في البلاد بسبب عوامل كثيرة منها جائحة كورونا. فقد جلب الاحتفال والبوفيه الفرح للمشاركين. طبعا من جهته قال رئيس الحديقة بالطبع الأفيال يشعرون بالملل لأنهم اعتادوا على التواجد مع الناس وهذا هو سبب في أنك ترى أن الأفيال لدينا ودودة للغاية مع الجميع. وقد سبق وأقيم هذا الاحتفال تحت مسمى مهرجان سورين للأفيال حيث وضعت مأدبة كبيرة وقام الناس بإطعام الأفيال. الأفيال عندهم ممكنة كلش مميزة بهند وببعض الدول في شرق آسيا يعني يولون فد اهتمام كلش مميز لها. فعلا. وأيضا هي هو تستخدم فعلا للسياحة والتنقل مثل ما تقول يعتبر فعلا فخر أو مصدر فخر وطني وهوية ثقافية بالنسبة لتايلاند. أنت شنو يعني تتخيلين يوم من الأيام تطعمين فيل أو تشوفين فيل أو شايفة فيل أصلا تميل؟ أنا شايفة بس ما متقربة منه هذا القرب صراحة. أتوقع ما راح أخاف أنا كلش أحب الحيوانات وده تشوف شلون أليف يعني أليف الفيل هسه ويا البشر اللي موجودين وشون هم يعني اكو حب عباك يحس بالحب الفيل. كل شيء شي مناطق صح هو كبير بس قلبه طيب. هو هذا هم اذا يعني واحد يفكر يعقم الفيل يعني يحتاج احنا باليوم طن مو طنين فواكه طنين معقمات نشتري. نحتاج ان نروح مره التشومبوري مقاطعه تشومبوري حتى مهم نشاهد جدا تايلاند جدا جميله المميز جدا. شوفي حتى الافيال مخليها بالعربات مسويين تماثيل همينه كلش حلو. اذا خلينا نذكركم بالهاشتاج اللي هو كان ما هي الاشياء اللي تستخدمها كثيرا وتحتاج الى التعقيم. خلي اقرا احد التعليقات الموجوده. مصطفى يقول اهم شيء ايدي اعقمها وما يهمني الاشياء اللي حواليا. لا شلون. ما يصير تعقم ايدك وايضا بعدين مو راح تلزم الاشياء لازم همين ترجع الايد تتعقم او تغسل. هو شنو عندك؟ اغلب التعليقات دي يقولون الموبايل والفلوس لانه فلوس همين الشغلات اللي احنا نتعامل بها يوميا. بس سامي لاني اوافق محمد او مصطفى مصطفى ده يقول الايد لانه احنا شوفي حتى دكتور همين ركز على هذا الموضوع اذا احنا حاولنا نحافظ على نظافه ايديناتنا صح اهم شيء بالغسل ما داعي احنا كلش نتمادى بموضوع التعقيم والتعفير اللي دا تاثر ودا تسبب هواي مشاكل صحيه للانسان لانه كل شيء اذا زاد استخدامه اكثر من اللزوم همين راح يكون عنده تاثيرات أو سلبيه على جسم الانسان صح. إذا هسه راح ننتقل من الفيلة واليوم العالمي للفيلة إلى معرض الزهور واللي أقيم في البصرة واللي يتضمن أنواع من النباتات والورود المتنوعة وبألوانها المختلفة. هذا المعرض اللي كان مثل متنفس للعوائل اللي موجودة بالبصرة واللي كلهم كانوا مرتاحين وسعيدين بوجودهم بمثل هذا المعرض. فخلونا نشوف سوية هذا التقرير.
طبعا اليوم الاجواء جدا جميله، البصره كلش محتاجه هيك اشياء غير النفسيه، بالاضافه الى التشجيع على الزراعه حث الناس يعني على زرع البيوت والمناطق القريبه من يمهم، يعني هاي الاشياء كلها تساعد على تغيير مناخ البصره من حيث يعني تقليل درجه الحراره ولو بدرجات بسيطه، وهذا الشيء يعني ياثر على الجو وياثر على النفسيه، يعني الانسان من مثلا من يذهب الى طريق العمل من يشوف الاشجار او يشوف الازهار يشوف الالوان هاي شويه تتغير نفسيته. مشاركتنا كانت بازار، يعني اخذنا عده طاولات نزلنا بيها اسعار وتخفيضات حتى الناس تقدر تشتري افضل من السوق وانسب الاسعار تفيد الشعب البصري. يعني الافتتاح اليوم صار يعني كلش حلو، فعاليات حلوه، بازارات كلش حلوه، مشاتي المعروفه بالبصره اجت هنا وعرضوا الزهور اللي عندهم والورود، يعني كلش فعاليه حلوه، البصره تفتقد هذا الشيء بصوره عامه، المناطق الخضراء عندنا يعني جاي يقضى عليها شوي شوي، بناء المولات والبنايات يعني، فكلش حلوه هاي الفعاليه. تم اقامه المعرض على ارض الملاعب، ملعب البصرة الدولي، والحمد لله والشكر تشوفون الأزهار بأنواعها وبحلتها الجميلة. طبعا معرض الزهور تجربة كلش رائعة خصوصا خلال هاي الفترة، أنه محافظة البصرة تفتقر الى المساحات الخضراء. اليوم نشوف الاهالي يعني جدا متفائلين ومتفاجئين بهذا المعرض. هاي الالوان وهاي التشكيله الرائعه من الزهور، كذلك البازار اللي موجود هنا في هاي المنطقه. يعني بظل انه محافظه البصره بها استخراجات نفطيه، بها معامل، بها مصانع، بها عدم اهتمام حكومي بالجانب البيئي. اليوم نشوف متنفس في محافظه البصره معرض الزهور اللي هو انقطع اكثر من سنتين الى ثلاثه بسبب جائحه كورونا ومشاكل اقتصاديه، اليوم يعود معرض الزهور بقلب المدينه الرياضيه. طبعا اول شيء ممكن راح يظهر البصره بصوره جميله، ممكن انه المدينه الرياضيه ايضا تظهر، ممكن انه المواطن البصري يلقى له متنفس يقدر يطلع هو وعائلته باعتبار انه المساحات الخضراء والساحات العامه قليله في محافظه البصره. ما شاء الله، يعني احنا توقعنا هيك لان سوينا قبل تقريب شهر بدينا بالدعايات الاعلان لهذا الموضوع. هو طبعا على فكره الفكره من عنده انه متنفس للعوائل البصريه، لانه انا احس انه العوائل البصريه ما عندنا مكان، ما نقدر نطلع، يعني قليله الاماكن مالتنا الترفيهيه بالبصره. اول شيء الناس محرومين من هذا الصرح الحلو، لان العوائل مو اكثرها تقدر تدخل على مود اللعبات، والهاي اغلبها شباب، فيردون يجون يشوفون المدينه الرياضيه، وهي كلش حلوه، مكاناتها حلوه، بها هواي حدائق، فصارت متنفس حلو للعوائل. رجعنا وياكم مشاهدينا واحنا باجواء ربيعيه بامتياز، مثل ما تعرفون احنا هسه بطور استقبال اعياد الربيع اللي راح تكون بعد فتره من هسه، واكيد تتابعون هسه وانتم طالعين لي برا تشوفون انه الورود بدات تطلع وبلشت همنا خلينا نقول البلديات تزين الاماكن، فحلو جدا انه همنا بين فتره وفتره يكون عندنا مهرجانات تبين خلينا نقول الجماليه الموجوده داخل كل مدينه، وهذا فد شيء كلش حلو خاصه بهاي الفتره هسه حاليا. فعلا مثل ما ذكرت زين، هي فتره احنا على اقبالنا على الربيع، وحلو نشوف هيك شيء بخصوصا محافظه البصره، وشون اهل البصره فرحانين وسعيدين بهذا الحدث ودي يشوفوه متنفس لهم، وفعلا الورود هي تبحث السعاده والراحه للكثير من الناس. إذا وصلنا وياكم مشاهدين إلى آخر فقرة، واللي هو سؤال التفاعل اللي كان يعني من بداية الحلقة، وتفاعلكم اللي صار كان أو الموجود على الإنستغرام، واللي هو شنو أكثر الأشياء اللي تستخدموها وطريقة التعقيم. راح أقرأ أيضا بعض التعليقات الموجودة.
عندنا رنا تقول البزازين اللي تمسحون بها بالشوارع ايضا والكلاب يجب غسل الايدي بعد ذلك. فعلا المحبين الحيوانات ممكن يشوفون الحيوانات برا ما يتحملون يلزموه او هذا، فلازم نغسل ونعقم الايدي. ايضا منو عندي هدى تقول لازم اغسل ايدي ولذلك على مود اهتم بالتعقيم وايضا ارطبها. هم ذكرنا الموضوع انه غسل الايدي والترطيب او التعقيم مهم. اذا شنو عندك زين عندك تعليقات؟ احنا يعني التعليقات كلها مثل ما قلنا كانت تحكي عن اهميه او لا اهميه للتنظيف وتعفير الايدي وايضا الشغلات اللي احنا نستخدمها بشكل يومي، وهذا فد شيء كلش ايجابي ولازم احنا نعرف شلون نستخدم التنظيف باستمرار لكن همينا بحدود نفس الوقت. صح. إذا كانت هذه كل فقراتنا ومواضيعنا لحلقة اليوم من صباح الشرقية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفادتوا منها ونشوفكم باكر بنفس الموعد. مع السلامة. باي باي.